محمد أكوح من منطقة أجدير وعامل سابق في قرية نادي البحر الأبيض المتوسط كلوب ميد. الإخوان أقلنا تواجد النظر أنت غيرغفني سفيحة سواني ذاني تي العاد أسباني وجدود النور وشي ناس العماسي ذي هذي الزرغف هذي الزرغف كون كوا ذي حمر رمال ذي الماضي ذي نفجاه يزيد يزيد مشروع على وزن العين كيلومتر الشركة عالمية يزيد العماسي ذي أجداد نوب شي ناس عاود طماطكم كوا ذي سخمي ذي المنطقة مشروع فيلاج دو فاكونس فيلاج كلوب ميد داك شحال لي كاز 800 كاز les restaurants, les grands restaurants, les restaurants typiques, les bars, etc. Il y a un peu de temps qui est en train de se faire. Et puis, il y a un peu de temps. Et puis, il y a un peu de temps. Et puis, il y a un peu de temps. Et puis, il y a un peu de temps. Et puis, il y a un peu de temps. Et puis, il y a un peu de temps. يا اش بس نيو فرانسيس ديتي قد مخسن روح نارا اقشر غف ني مخذ دور الخار وسين تخار بنت قسن دي الجورا كورشي مار غف ني وينت الغف يتسمى وينت كورشي رئيس دي يقض كورشي كسين لو قد قند شي المشارع والسيمينات قلو نفع النشني ونفع المنطقة يا نشني إذا كان هذا كلوب إذا المخية قال شخص مكس عايشي سنة كيلومتر غاني الشيخ سويق السيرة كيسا فرنسا وقال عم سيدى دوت فيلاج جي 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 أوروبا رغمنا يا زارغناش وينفع شيء من ذات الجنة هنا ماشي في الصالح المنطقة ماشي في الصالح يقدنا النماط كني كساكينة أمي دوسينا ذي المشروع عوانيتي نغومي كثفوتن الشركة السيشيئي مشاوانا كيكم كساكينة نغلا وكان مشاوان شيء كم مشاوحد كم مشاوحد قلنا ظهرين كم بيتحمل مسؤولية المنايا من عنا الجهات الجهات اللي تحمل المسؤولية قش المجلس البلدي ذا رخذ ذيني نيجن ذا خدمات الأراضي المشاعة